كتير الواحد ممكن يتكلم عنها في بداية مراجعة عن لعبة زي سايبر بانك 2077 الاسبوعين اللي فاتوا كانوا ممكن يكونوا على غير توقعات الواحد بخصوص استقبال اللعبة وكلنا عارفين اللي حصل بداية من سياسة المراجعات الشائكة اللي سيدي بروجكت ريد اتبعوها واللي حصل مع نسخة الكونسلز ومستوى التقني للعبة وتصريحات إدارة الاستديو اللي نقدر نشوف من خلالها إن في شوية استهتار على استعجال في نزول اللعبة زي دي لكن انا شخصيا مش عاوز اتكلم عن المواضيع والتفاصيل دي لان احنا اتكلمنا عنها كتير وما بقاش في اي جديد يتقال أو انا عاوز اتكلم عن تجربتي للعبه واللي انا انتظرتها لفتره طويله انا واحد من الناس اللي انتظروا سايبر بانك 2077 من اول ما تم الاعلان عنها في 2012 جنب ذا ويتشر 3 وذا ويتشر 3 اللي انا شخصيا بعتبرها اللعبه المفضله ليا في الجيل اللي فات هي واضافاتها خلت انتظاري يعلى اكتر واهتميت بشكل كبير مع بدايه تطوير سايبر بانك بشكل فعلي في 2016 بان انا اتابع تصريحات المطورين عاوز اشوف الناس دول هيترجموا كمان الماده الاصليه للعبه دي اللي هي عباره عن لعبه ورقيه هيترجموها للعبه فيديو ازاي ومن 2018 اللعبه دي الهايب حواليها فضل يعلى أكتر وأكتر والتسويق بتاع اللعب مؤخرا كان شرس جدا سواء اونلاين او على الارض وفي توقعات كتيرة بتتفرض بعضها واقعي وبعضها يحسس ان الواحد ان اللعبة دي جاية خلاص عشان تخلصنا من الوباء الحالي وتعالج السرطان وتخلي كل شركات الألعاب تخجل من انها تعمل العاب عالم مفتوح تاني لكن انا بالنسبة لي شخصيا ومن متابعتي للعبة واخبارها وتصريحات المطورين كنت دايما شايف قدامي لعبة المفروض انها تاخد قواعد العاب بين اند بيبر ار بي جي او الالعاب الار بي جي الورقية وتحولها لفيديو جيم وتقدر انها تقدم تجارب العاب زي مثلا دي اكس فول اوت او بلاد لاينز ذا ماسك ريد وتجارب الالعاب اللي بيتقال عليها سي ار بي جيز بس بمستوى عالي وبمستوى العاب تريبل اي ومؤخرا انا لعبت اللعبه دي فوق السبعين ساعه وبعيدا عن المستوى التقني اللي كلنا عرفناه وشفناه في سؤال بقى كان في ذهني دايما وهو ايه اللي حصل في عمليه انتاج اللعبه دي وتطويرها؟ مؤخرا انا قدمت فيديو عن عالم اللعبه او اللور الخاص بيها وده من خلال اللي اتقدم طبعا في الماده الاصليه واللي هي زي ما قلت لكم لعبه ورقيه او لعبه بين اند بيبر ار بي جي واتقدمت سنه 1988 يمكن الفيديو اللي عملته مازال ممكن يديكم خلفيه كويسه عن عالم اللعبه بس القصه هنا في اللعبه زي ما هو متوقع زي ذا ويتشر معروضه بشكل ما يجبرش اي حد على انه لازم يكون مطلع على الماده الاصليه وانا مش عاوز اتكلم عن تفاصيل الحبكه الرئيسيه بتاعت القصه كتير، فما عدا اطار الاحداث اللي اتعرض في الدعايه وهو ان القصه كلها عن بطل اللعبه في المرتزق اللي بيحاول ان هو يعمل لنفسه اسم في مدينه زي نايت سيتي، واحده من مدن الولايات المتحده اللي بيتحكم فيها العصابات والشركات ومثال حقيقي واضح لفكره الديستوبيا او السايبر بانك ديستوبيا بالتحديد اللي احنا بنشوفها في بعض الروايات والافلام. في بيتحط في موقف خلاه بين الحياة والموت في تنفيذه بقى لمهمة سرقة لشريحة تقنية خلت فيه زي شبح او وعي معروض بشكل رقمي لواحد من شخصيات عالم اللعبة اللي ليه تاريخ كبير من صراعات مع الشركات المتحكمة في نايت سيتي وهو جوني سيلفر هاند ومن هنا بطل اللعبة او انت بتحاول انك انت تعرف ايه اللي بيخليك تشوف جوني قدامك وايه اللي جوني عاوز ينفذه باستغلال ان هو موجود جوه عقلك وتفاصيل كتيره واحداث بتتطور بايقاع سريع بتحصل في خط المهمات الرئيسي وعالم وشخصيات جانبيه بيظهروا بشكل مميز جدا في خطوط القصه الجانبيه اللي ممكن اقول ما ينفعش انها تتفصل عن تجربه القصه الاساسيه بعيدا عن كونها برضه بتاثر على النهايات بتاعت القصه نفسها مبدئيا كده جانب القصة في سايبر بانك هو ممكن يكون افضل واقوى جوانب اللعبة وحقيقة انا استمتعت بيه وتأثرت بيه احيانا وعلى الرغم من كل الاجواء السلبية اللي حوالين اللعبة او تعليقاتي اللي انا هقولها في خلال الدقائق اللي جاية انا عاوز اشوف سي دي بروجكت هياخدوا القصة دي لفين في الاضافات أو أجزاء جديدة. اللي عجبني في القصة هنا حاجات كتير، تعالوا أبدأ معاكم مثلا بكون القصة دي مركزة بشكل كبير جدا على الشخصيات واللي بيحصل معاهم. بعض أعمال الخيال العلمي مؤخرا وخصوصا الأعمال اللي بتحاول إنها تحط نفسها في تصنيف فرعي زي السايبر بانك بتكون دايما أعمال مركزة على الجانب التقني الخيالي في العالم نفسه، وعرض إن التكنولوجيا سلاح ذو حدين، وتعالوا نوريك إزاي إن التكنولوجيا ممكن إنها تأذي بعض البشر والكلام اللي إحنا بنشوفه في بعض الأفلام وفي بعض المسلسلات والكلام ده. أو ممكن تعالى بقى نحاول إن إحنا نستعرض ونستخدم كل ده زي قاعدة لعرض أفكار فلسفية بشكل أساسي. القصة أي نعم فيها أمور هتخلي الناس تفكر زي مثلاً عن فكرة الهوية، تعامل الإنسان مع حتمية مصيره وإنه كده كده لازم يموت وما ينفعش إن هو يعيش للأبد. أو مثلاً أمور تانية عن سعي ومحاولات بعض الناس إن هم يعيشوا للأبد، هل ده ممكن يكون صح ولا لأ؟ وتفاصيل تانية بتعرض وجود التكنولوجيا في امور في حياة الناس زي مثلا الاكتئاب، الانتحار او وضع الدين ومستوى ايمان الناس في عالم فاسد زي ده ولجوهم احيانا للتقنيات الموجودة حواليهم عشان يفضلوا متمسكين بمعتقدهم ايا كان وازاي من الممكن ان بعض الشركات تستغل الجانب ده لمصالحهم. فزي ما مؤسس اللعبة الأصلية مايك بوند سميث ألف في مقابلة من فترة معاه ان تصنيف السايبر بانك اللي بيتعرض من خلاله مفروض أنه هو يكون تحذير اكتر من اي حاجة تانية واللعبة عملت ده بشكل كويس والكلام ده معروض في اللعبة بين السطور وفي نفس الوقت مش محتاج عصف ذهني لان سايبر بانك 2077 حطتنا قدام عالم وشخصيات هم بالفعل متعايشين مع تطور التكنولوجي ده خصوصا مع الجانب السيء منه والامر بقى شيء عادي في حياتهم فمش هيقعدوا طول اللعبة يعيطوا على الجانب ده فتروح بقى اللعبة تركز على امور واقعية شوية امور ممكن نشوفها من حوالينا حتى لو كانت امور مظلمة شوية ونشوف ازاي بيتعاملوا معاها خصوصا ان في بطل اللعبه عنده مهمه خلينا نحن نوصفها بانها مهمه بقاء على قيد الحياه بيخش فيها كاست ممتاز من شخصيات جانبيين بيقدموا ادوار حلوه جدا وفعاله في رحله في وفي شخصيات انا اتعلقت بيهم وزعلت ان رحلتي انتهت معاهم وده خصوصا خصوصا مع المحتوى الجانبي في القصه اللي انصحه بشده للمره الثانيه انه ما يتفوتش والناس تتعامل معاه لانه محتوى اساسي طبعا لما اتكلم عن الشخصيات الجانبيه لابد واكيد اذكر جوني سيلفر هاند اللي بيقوم بدوره كيانو ريفز اللي هنا بيقوم بدور مش معتاد هذا على اللي احنا بنشوفه منه في الافلام اللي بيقدمها سيلفر هاند شخص كده خلوني اجابه من الاخر هو شخص سيء جدا مش سيء كاستعراض او كتابه لا سيء كبني ادم واللي قرا الماده الاصليه هيعرف كده كويس دوافع جوني سيلفر هاند وافكاره ومبادئه وطباعه ممكن الكل ما يتفقش عليها وهنشوف قدامنا شخصيه الانتي هيرو النرجسي واللي مفكر ان هو محور الكون وان هو الصح والباقي كله غلط وطبعا بيكون محتاج وقت عشان الواحد يشوف ويفهم هو بيتصرف كده ليه ونقدر نكون موقفنا ناحيته سواء بالاتفاق معاه او العكس انا عجبني تقديم كيانو ريفز لشخصيه جوني والجمل الساخره بتاعته وحواراته مع في كانت من اهم وافضل جوانب القصه وفعلا ممكن نعتبره اقرب لبطل اساسي في القصه نفسها بس انا عندي شويه تعليقات على القصه هنا برضو بما ان احنا كنا بنتكلم عن جوني نبدا بيه من جانب التعليقات دي لان انا مش عارف ليه حاسس ان اللعبه ساعه لما قدمته حصل زي ما يكون ان هو كان معايا من بدايه اللعبه وما حصلش زي التدرج لوجوده في حياه في وحسيت ان كده في مشاهد او حوارات معينه انا فوتها وليه تعليق تاني على شخصيه بطل اللعبه او بطله اللعبه في هنا هو شخصيه المفروض انك انت بتاسسها بنفسك بتبنيها زي العاب ار بي كتير عشان تعرف انك انت تتقم دور معين من خلاله بس في الالعاب دي ساعات لابد يكون في اساس معين للشخصية دي يا اما بيتعرض قدامك يا اما انك انت بتحاول تكتشفه بنفسك ولكن للاسف الشديد شخصية في نفسه طول احداث القصة كان مفتقر للجانب ده ولا الموضوع ملوش علاقه بان اللعبه فيرست بيرسون في العاب فيرست بيرسون بشخصيات رئيسيه قويه وممتازه كتير بس هنا في حاجه كانت ناقصه عشان اقدر ان انا اتعلق بفي واعتقد ان المشكله كلها ترجع لوسيله استخدمتها القصه في عرض الاحداث وهي زي مونتاج كده كان في اول اللعبه عمل زي نطف في الاحداث مدتها ست شهور وده من بعد البدايه الخاصه باي لايف باس انت بتختاره والمونتاج ده بيعرض ازاي في علاقه صداقته بجاكي بتتطور وبيخش مع بعض في عالم المرتزقة في نايت سيتي وفي رأيي ان محتوى المونتاج ده كان ضروري ان هو يكون زي مثلا مهمات او فصل اول من احداث القصة عشان تقدر تخلي الواحد يقدر يتعلق بفي اكتر زي ما اتعلق بالشخصيات التانية لكن في المجمل عموما قصة اللعبة ممكن تكون اكتر حاجة كانت على قد مستوى توقعاتي ناحية التجربة بتاعت اللعبة لان الحقيقة بقية اللعبة عبارة عن خليط ما بين مميزات مهمه جدا وعيوب ما يتسكتش عنها اطلاقا تعالوا نتكلم عن جانب تفاعل اللاعب مع القصه من حيث الاختيارات وادارتها والعواقب والنتائج اللي بتحصل على اساس كل ده يؤسفني وبشده ان انا اقول ان سايبر بانك 2077 بتعاني بشكل شديد جدا من حاله وهم الاختيار اللعبة بتتسوق من 2018 على انها لعبة ار بي جي بسرد متفرع ومتشعب وهي للاسف الشديد فقيره جدا في الجانب ده تعالوا نبدا بواحد من اهم الجوانب اللي المفروض يتقدم من خلالها طبقه من الاختيارات وتمييز لتجربه كل واحد على حسب اختياره في الجانب ده وهو اللايف باس اللايف باس مش مؤثر اطلاقا على التجربه في اي امور جوهريه انت بتشوفها يمكن اكبر تاثير هو البدايه الخاصه بالشخصيه ومقدمه اللعبه اللي بتكون لمده مثلا نص ساعه وبتشوف المكان اللي نشا فيه في ليه تعرفه على جاكي وبس كده مش اكتر وبعد كده اللايف باس المفروض ان هو بيدي اللي بيلعب اختيارات في الحوارات المفروض انها بتخليه يعرف يتعامل مع الناس اللي طالعين من نفس البيئه اللي هو طالع منها بقى كان نوماد ولا كوربو ولا ستريت كيد وما فيش الا مره واحده بس الاختيارات دي بالنسبه لي اثرت على ان انا اخد مهمه في مسار مختلف وجديد لكن باقي الحوارات طول اللعبه كانت للاسف مجرد اختيارات بتفتح بس باب لاضافه معلومات او انك انت تحاول محاوله خجوله تتقمص دور اللايف باس ده لكن الحقيقه هي اختيارات بتكون مش مؤثره على الحوارات واللي بيحصل فيها باي شكل ففكره اللايف باس ما اقدرش خالص ان انا اشبهه بفكره تاثير الكلاسز على اصول شخصياتك في اللعبه زي Dragon Age Origins او فكره بعض الفاكشنز في Vampires ماسكريد بلاد Bloodlines 1 الموضوع هنا سطحي جدا بالنسبه للتاثير المباشر على القصه حتى لعبه الاختيارات والعواقب بشكل عام بعيدا عن اللايف باس في اللعبه مفيش للاسف تشعب الكافي او استخدام اختياراتك لتحديد مصيرك ونهايه قصتك بشكل فعال ويتشر 3 متفوقه باميال عن اللي موجود هنا من حيث الاختيارات في الحوارات بنسبه كبيره جدا تقرب من تسعين في المية الاختيارات هنا مش مؤثرة على اي حاجة فيما عدا <applause> علاقاتك الرومانسية فانت لما بيكون قدامك مثلا تلات اختيارات متعلم عليهم باللون الاصفر المفروض معناه ان الاختيارات دي مؤثرة ولكن للأسف الاختيارات دي في اغلبها زي ما قلت بتودي لنفس النتيجة ويمكن برضو مهمتين بس اللي حسيت فيهم ان اختياراتي مؤثرة على الشكل المهمة في حد ذاتها بتنتهي عليه لكن المهمات دي مش مؤثرة على حاجات كبيرة وجوهرية ممكن تظهر يظهر مع الوقت فما عدا تفاصيل بسيطه مثلا زي شخصيه ولا اتنين ممكن يظهروا في مهمات جانبيه لو سبتهم عايشين من المهمات القليله جدا في اللعبه اللي حاولت انها كمان تقدم طرق مختلفه لانهائها وما كانتش بتحاول انها تجبر اللعبه على خط واحد او خطين لتنفيذها هي المهمه اللي اتعرضت في الديمو بتاع سنه 2018 دي فعلا مهمه بتقدم ست طرق مختلفين لانك انت تنهيها وفي طريقه اضافيه لو اخترت لايف باس معين فمن المحبط ان اللعبه ما كملتش اغلب مهمتها بنفس الاسلوب وانها تعمل شبكه من القرارات والتوابع والعواقب قدام اللي بيلعب ففي الاخر اللعبه بتقع ضحيه لخطيئه العاب كتير بتحاول انها تقدم اختيارات للاعب في اداره القصه بان الاختيارات المؤثره بتكون قبل النهايه ولو عاوز اختيارات زياده فوقيها العب مهمات جانبيه اكتر. نيجي بقى لعناصر الار بي جي اللي تخص الطريقه اللي بتبني بيها شخصيتك وبتاثر على الجيم بلاي من حيث الكومبات والهاكينج والمالي وبتاثر برضو على الحوارات. لو اي حد لعب العاب ار بي جي او اللي بيتقال عليها سي ار بي جيز او حتى بص على القواعد اللي في اللعبه الورقيه الاصليه هيكون متوقع اللعبه هنا هتقدم ايه. في هنا خمس اتريبيوتس بتوزع فيهم نقاط وبيحكموا اختياراتك في بيركس بتحدد بيها شخصيتك هتتخصص في انهي جانب وهيكون قوي مع استخدام انهي اسلحه ويالي الكلام ده السايبر وير واللي هي قريبه من فكره الاوجمنتيشنز في لعبه زي ديس هيكس واللي بيقدموا لك ستاتس ووظايف اكتر وسط اللعب في مرونة كبيرة جدا في اللعبة هنا انك انت تعمل الشخصية اللي انت عاوزها، تعوز بقى تركز على أنهي سلاح أو أي أسلوب لعب، يعني أنا مثلا ركزت على التخفي والهاكينج مع استخدام الأسولت رايفلز، ففي مساحات تنويع بشكل كبير جدا هنا ومرحب بيها، وطبعا عليها قيود انك انت مثلا مش هتلاقي نفسك على آخر اللعبة معلي في كل الجوانب، بس بشكل عام التعامل مع أساليب اللعب نفسها بتخلي المرونة والليونة دي مش هي الأساس. فايه بقى وضع الكومبات في اللعبه هنا مثلا كبدايه لكلامنا عن الجوانب دي اللعبه بشكل اساسي الكومبات فيها هو الشوتينج وهنا هو كان مستواه كويس واتفاجئت ان هو معمول بشكل اركيدي شويه وممكن يكون بيدي فيدباك كويس وممتع وانت بتلعب ممكن نقول ان هو خليط ما بين اسلوب الشوتينج اللي موجود في بوردر لاندز وكول اوف ديوتي وافكار الاسلحه نفسها في اللعبه الجنونيه في الاسلحه اللي هي الذكيه الرصاصه بيتتبع اي هدف انت بتحدده او بتقدر انك انت تخلي مثلا الرصاص يرتد من على اسطح معينه وده طبعا لو انت مركب سايبر وير بيساعد على حاجه زي وفي اسلحه بتتشحن وبتبقى زي الريل جانز وبتقتل اهداف من ورا الحواجز، في افكار ممتعه لكل الفئات التقليديه اللي احنا ممكن نتوقعها من اسلحه ناريه زي الاسولت رايفلز والشوت جانز والسنايبر رايفلز والكلام ده، واللعبه هنا فيها نظام ان كتر استخدامك للاسلحه مع فتح بعض البرك بتعلم على استخدام مهاراتك الشخصيه للاسلحه دي فممكن تلاقي ان الارتداد بتاع الاسلحه ووقت اللود بيقل مع الوقت، فده بيحط اللي بيلعب قدام حاله ان مش اي حاجه تمسكها من اول مرة هيكون أدائك عالي في استخدامه وده في عدا الميلي كومبات للأسف لأن في مشاكل كتير ممكن اختصرها بانه هو عايم مفيش إحساس بيديهولك بقوة الضربة اللي أنت بتحطها في الهدف اللي قدامك وبالاضافه ان الميلي كومبات ممكن يكون عشوائي شويه من اكثر الجوانب الحقيقية اللي ممكن تكون كانت محبطه شويه في الكومبات خصوصا ان انا كان نفسي ان انا اركز عليه لكن للاسف من البدايه على عكس الشوتينج ما اداليش احساس ان انا ابقى متشجع ان انا استثمر مثلا في بيركس او في الاتريبيوتس اللي تخص الميلي كومبات في اللعبه هنا على جانب الهاكينج بقى الصراحه الجانب ده عجبني جدا بعض الناس ممكن تقارنه بواتش دوجز بس هو مش زيه تماما لانه في حدود المراحل اللي انت بتخشها بيكون في خطوات عشان تقدر انك انت توظف الهاكينج حسب مثلا فين الاكسس بوينت على المرحله عشان تقدر تفتح فرص اكتر لتوظيف الهاكينج ايه او الفيروسات اللي انت ممكن تستخدمها وفي امكانيه في الهاكينج انك انت تتخلص بشكل كامل من اي اهداف قدامك بدون ما تخش في مواجهه مباشره معاهم او ممكن يكون الهاكينج عامل مساعد في المواجهات المباشره برضه من خلال حاجه اسمها كويك هاكينج الجانب السريع او الكويك هاكينج ده قدامه حاجه ثانيه اسمها بريتشنج انك انت بتخترق زي اجهزه او اكسس بوينتس وفي زي ميني جيم فكرتني شويه بالهاكينج ميني جيم اللي كانت موجوده في سلسله فول اوت ما كانتش حاجه مبهره قوي او حاجه فيها تفاصيل كتير زي اللي كانت موجوده في العاب دي اس الاخيره بس في المجمل الهاكينج هنا توظيفه جيد واللي هيركز عليه مش هيندم، لكن قدام كل ده لازم يكون في مواجهات مع خصوم واللعبه بتقدم أكتر من عصابه او فاكشنز وجهات امنيه خاصه بالشركات من مرتزقه وعلى الرغم من اختلاف اساميهم وشكلهم الا ان في مشكلتين منهم مشكله كبيره جدا 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 في سايبر بونك 2077 وما ينفعش يتسكت عنها نهائي. اولا كده الذكاء الاصطناعي في اللعبه هنا سيء، لا حقيقي انا حاولت اديله فرصه العب على صعوبات اعلى لكن لا فعلا هو سيء واحيانا تقريبا كده بيحصل جليتشات اعتقد ان دي جليتشات مستحيل ان يكون اللي قدامي متبرمج ان هو يبقى واقف ما بيعملش حاجه بالمنظر اللي قدامكم ده وانا لعبت اللعبه 73 ساعه اعتقد كانت كل المواجهات بالشكل المزري ده اي نعم الموضوع ممتع شويه لفتره قليله من الوقت مع استخدام الاسلحه وخصوصا الشوت ان الواحد يفضل ينفي الاغبيه دول من الوجود بس في لعبه تريبل إيه وجود اي اي بالشكل ده مش مقبول على الاطلاق والمشكلة التانية من وجهة نظري ان المفروض هنا في اكتر من عصابة انت بتواجههم وفي برضه مرتزقة بتوع شركات عسكرية خاصة مفيش اي شيء مميز اطلاقا ما بينهم في اي مواجهة خد على سبيل المثال ميل سترومز مثلا عصابة متكونة من, من مجموعة انصاف بشر والسايبر وير محتل اغلب جسمهم فين توظيف شيء زي ده في الكومبات زيهم زي اي عصابه تانيه، فكل المواجهات بتبقى عباره عن انك انت بتشوف تركيبه معينه وثابته من الخصوم، واحد بسلاح اوتوماتيك، واحد بسلاح مالي، واحد نيت رانر، ولو مكان مفتوح شويه ممكن يكون في قطنانس، وبس مفيش حاجه اكتر من كده، وده شيء محبط جدا في المواجهات الصراحه. من هنا حاولت ان انا اديكم نظره واقول لكم رايي عن عناصر الار بي جي من جانب الكومبات والهاكينج طب الجانب ده في التعامل مع الحوارات وتصميم المهمات ماشي ازاي الاتريبيوتس اللي انت بتحطها في خمس جوانب كل ما بتتقدم في اللعبه مش مؤثره بس على انك انت تفتح بيركس وتتخصص في اي جانب من الجوانب اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه هي كمان ممكن نقول انها ميزات شخصيه بتفتح لك اختيارات في الحوارات او افضليه من المرور في بعض المناطق معينه في المراحل يعني لو ركزت مثلا على اتريبيوت زي كول cool واللي هي بيتاثر بيها مهارات التخفي من اسم الاتريبيوت نفسها ممكن شخصيتك يكون بيرمي مثلا من حين لاخر تعليقات ساخره لو ركزت على البادي او قوتك البدنيه ممكن تهدد الناس اللي قدامك باستخدام القوه في بعض الحوارات. فكل ده بيتسمى سكيل شيكس وهنجلها بشكل مختلف بعد شويه في التعامل مع المراحل لكن للاسف نرجع شويه للي انا قلت عليه من دقائق سايبر بانك بتعاني من وهم الاختيار بنسبة كبيرة جدا يعني في حوارات السكيل شاكس فيها ما بتقدمش اي تغيير يذكر لمسار الحوارات او ممكن تودي لنتائج مختلفة وانا بقول بنسبة كبيرة لان اه في حوارات تانية من الممكن انها تغير شوية اسلوبك اللي بتوصل بيه للهدف بتاعك بشكل مش بطال زي مثلا لو انت معلي في الكول بشكل كبير تقدر تقنع حد بان هو يخليك تتجاوز دورك وتخش عند زي ريبر دوك عاوز تسأله عن حاجة معينة في مهمة اساسية لو انت مش معلي في الكول ممكن تخرج بره المكان وتلاقي شباك بيوصلك لهدفك لو انت معلي في الانجنييرنج فده كان شيء حلو ان اللعبه تدمجه في تصميم المراحل بس بشكل كان محتاج يستغل اكتر ويكون في توسع بشكل اكبر يخلي اللي بيلعب يبدع شويه ويفكر ويستكشف المراحل ويدور على طرق بتوظف فيها كل الكلام ده بشكل كويس لان في مراحل ممكن تكون هندسيا هي متصممه بشكل كويس بس مش بتستغل السكيل بشكل عالي وده بشكل يحسسني ان دي حاجة اضافت للعبة بشكل متأخر مع انها موجودة اصلا في الديمو اللي اتعرض من اللعبة في سنة 2018 والفكرة مطروحة من بدري وعشان تاخدوا مثال لمهمة جانبية عملت حاجة زي كده وانها مستغلية شوية السكيل تشيكس احسن من باقي المهمات وهي كانت حالة نادرة الحقيقة كان في مهمة جانبية مطالب مني ان انا اقتحم نايت كلاب واغتال حد جواه الدخول بشكل مباشر للنايت كلاب ده ليه مقابل مادي والمهمة دي تصميم المرحلة نفسها اجبرني على ان انا استكشفها عشان ادور على باب ولا شباك ولا فتح التهوية تناسب السكيلز اللي معايا بس لما قعدت افكر ايه اللي موجود في ايدي ان انا ممكن استغله عشان اقدر ان انا اخش المكان ده من غير ما ادفع فلوس لقيت ان انا ممكن استغل قدرات الهاكينج اللي معايا وخصوصا ان انا كان معايا سايبر داك وديمونز مستواها عالي وعملت ريستارت للسايبر وير الخاص بالشخص الواقف في شباك التذاكر ودخلت وطلعت وخلصت المهمه وما حدش لمحني دي حاله من ضمن حالات بسيطه جدا حسيت ان انا بستغل اللي معايا من ادوات وبوظف البيلد اللي انا عاملها لبطل اللعبه في ان انا اخلص المهمه دي وده شكل من التجربه محتاج ان هو يكتر شويه في اللعبه لان حاجه زي كده برضو التخفي في اللعبه كان ممكن يحتاجها التخفي هنا مش سيء بس كان ممكن يكون افضل شويه لو كان في شويه تركيز على جانب السكيل شاكس بشكل احسن وخصوصا في اغلب المهمات الاساسيه وحتى برضو بعض المهمات الجانبيه كمان بس الاساسي للاسف كنت بحس ان في ممكن اقول مش عاوز اقول خطيه بس ممكن اقول تبسيط بشكل ملحوظ وسيناريو ولا اتنين انت ما ينفعش تمشي الا على غيرهم فلما بتحاول مهمة انها توظف موضوع السكيل شيكس ده في الحوارات او تصميم المراحل بيكون بشكل بسيط، وانا مش عاوز الصراحه ان انا اخش في مقارنات بس هنا انا مضطر لان انا قلت بيني وبين نفسي في بدايه لعبي للعبه ان سايبر بانك هي دي اكس في عالم مفتوح، بس بعد لما انا خلصتها قلت لا مش للدرجه لان دايس اكس بجميع اجزائها سواء قديم او جديد فما عدا انفيزبل وور عرفت انها توظف الافكار دي بشكل افضل، حتى السايبر وير وللاسف هم هنا 60% منهم مجرد زياده ستاتس مش ادوات تستغلها وكان نفسنا نشوف ان في توظيف افضل من كده اليوم واستغلال المميزات بشكل اكبر لسايبر ويرز ثانيه زي ما حصل مع السايبر ليج على سبيل المثال اللي بتخليك انك انت تنط الاماكن عاليه واحيانا بتخليك انك انت تغير طريقه تفكيرك في التعامل مع المراحل بشكل بسيط بالنسبه للكرافتنج في اللعبه انا شخصيا شفت ناس كتير بتعيب عليه في كذا حاجه بس انا بصراحه مش هقدر اتكلم كتير عنه لان انا ما جربتش اتعمق فيه ويمكن السبب يتحسب كعيب على الكرافتنج الحقيقه في حد ذاته، ده من حيث ان توفر وطرق الحصول على المواد اللي تقدر انك انت تعمل بيها كرافتنج للاسف هي ممله ومش متوازنه على الرغم ان اللعبه دي بترمي في وشك لوت من اسلحه وتعديلات بشكل مبالغ فيه شويه، بس ان عشان في نقطه معينه الاقي قطعه عاليه اعمل بيها كرافتنج بلاقي ان جوده اللوت مش متوافقه مع طبيعه القطع اللي انا عاوزها. فانا بصراحه صرفت النظر عن الكرافتنج مع ان انا كنت ناوي ان انا ممكن استثمر وقتي فيه شويه زي ما حصل في ذا 3 بس للاسف حاجه زي كده ما لقيتش ان في مساحه شويه في اللعبه ان انا اقدر اعملها واعتقد ان الايكونومي او الاقتصاد بتاع اللعبه عموما محتاج ان هو يتظبط شويه في الحته دي يبقى كده احنا اتكلمنا عن الجوانب اللي تخص اللعبه اللي محورها عناصر الار بي جي اللي بتقدمها تعالوا بقى نتكلم عن المهمات شويه ومحتوى اللعبه نفسها مهمات اللعبة الأساسية أنا اتكلمت بما فيه الكفاية عن جانب الاختيارات ومشاكله بس في جوانب في المهمات الأساسية دي الواحد ضروري إن هو يتكلم عنها كجوانب إيجابية وهي تنوع اللحظات والمواقف اللي أنت بتمر بيها طول الخط الرئيسي في لحظات حوارية في لحظات أكشن في مطاردات كم اللحظات المميزة لكل المهمات مش صغير تماما ودي حاجة كويسة جدا في ما عدا البوس فايتس البوس فايتس هنا كانوا فوضويين وعشوائيين شوية لكن اللي عجبني في جانب القصه واتكلمنا عنه من شويه هو تفادي الحشو مده المهمات الرئيسيه ممكن نقول انها 20 ساعه تقريبا ودي يمكن حاجه بعض الناس ممكن يشوفوها عيب انا مش شايف كده خالص لان مؤخرا الحقيقه بقيت اميل اكتر لان القصه تكون مركزه تكون مرضيه مهما كانت مدتها ودي حاجه لو احنا ركزنا على الخط الرئيسي للاحداث في القصه ممكن تكون متحققه شويه بس انا برضو شايف ان قصه سايبر بانك 2077 ما ينفعش ان الواحد يمر بيها بدون ما يلعب المهمات الجانبيه بعيدا عن انها بتفتح نهايات مختلفه وكده بس فعلا المهمات بتقدم تسليط ضوء على عالم اللعبه وللناس اللي عايشين فيه بشكل ممتاز بكل الطرق سواء بقى كان بشكل كوميدي خفيف او مواضيع جاده او جرايم او لحظات انسانيه بشكل جميل والاهم من كده ان في مهمات تخص الشخصيات الجانبيه وحياتهم وعلاقاتهم بيك بشكل ممتاز وهنا المهمات دي من خلال علاقتك بيهم هي بالفعل بيكون ليها تاثير على النهايه زي ما مع ان ما عجبنيش اصلا ان اللعبه تفضل مش مقدمه المهمات دي الا بعد لما تكون خلاص قربت على نهاية اللعبة وتروح تنفجر في وشك وتقول لك خد المهمات دي طريقة توزيعها الحقيقة كانت غريبة ومش مفهومة بس ده جانب من المهمات الجانبية بتقال عليه سايد جوبز اللي هي المهمات الجانبية الرئيسية في مهمات تانية اسمها ودي مهمات بتميل اكتر للتركيز على الجيم بلاي بشكل مفتوح بس برضو بتكون مهمات فيها زي قصص صغيرة جدا وبسيطة ومتقدمة بشكل حلو اما باقي المحتوى في عالم اللعبه المفتوح في مهمات انك انت تطارد وتواجه السايبر سايكوز دول ناس جالهم نوع انواع الجنون بسبب كتر استخدام السايبر وير ودي بتكون زي بوس فايتس صغيره لكن للاسف زي ما قلت لكم من شويه البوس فايتس في اللعبه هنا عشوائيه وفوضويه في مهمات بيتم تقديمها في عالم اللعبه بشكل عشوائي زي مثلا الجرائم اللي بتحصل من عصابات او ناس تنقذهم وهكذا فالمحتوى الجانبي في اللعبه في ما عدا المهمات بتاعت السايبر سايكوز من حيث الجوده هو محتوى جانبي ممتاز ويستاهل وقت اللي بيلعب ومحتوى بيخدم على القصه وبناء عالم اللعبه وتاريخ وتقديم الشخصيات بشكل ممتاز وعظيم وده بشكل ما يقلش عن اللي سي دي بروجكت عملوه مع لعبه زي ذا ويتشر 3 عالم اللعبه بقى دي نقطه مهمه جدا في تجربة وانا ممكن اقول ان سايبر بانك 2077 بتقدم تجربه جيل جديد الى حد ما بخصوص ايه الشكل الواحد عاوز يشوف بيه مدن الالعاب عالم المفتوح مع الوقت وان كان في عيوب مهمه جدا في تجربه اللعبه لازم تتقال بخصوص الجانب ده بس خلونا الاول نتكلم عن الايجابيات نايت سيتي مدينة معقدة جدا جدا عن اي مدينة انا شفتها في اي لعبة قبل كده تخيلوا معايا كده مثلا الهاب ارياس بتاعت العاب زي ديوس اكس الاخيره زي براغ او ديترويت او شانغهاي بس الهاب ارياس دي بتتوسع لانها تكون مناطق في مدينه كبيره في هنا بنسبه غير معتاده من اي لعبه تنوع في المناطق من حيث المستوى التقني والحالة الاجتماعية والثقافية المتواجدة فيها والاتجاهات الفنية وترابط وتداخل بين الشوارع والكباري والحارات والاسواق بشكل مش طبيعي واحيانا ده بيكون على مستوى رأسي انك انت بتشوف الكلام ده زي في طبقات فوق بعض وده خلاني بمر بمناطق مختلفة وجديدة ما عدتش عليها قبل كده حتى وان كنت كاسر مثلا حاجز الخمسين ساعة لاب دايما بشوف حاجات جديدة في المدينة دي وشوارع او ممكن مناطق ممكن مرتش عليها قبل كده واحنا هنا بنتكلم عن مدينة مش ضخمة من حيث المساحة انما هي كثيفة جدا كثيفة بشكل ما شفتش زيه في اي لعبة تانية وخلي بالكم كل ده وانا ما اتكلمتش عن منطقة الباد لاندز اللي هي بره المدينة واللي هي عبارة عن صحراء حتى في التفاصيل الخاصة بيها ما كانتش حاجة بسيطة وما كانتش عبارة عن زي مساحة من الرملة كده وخلاص لا المنطقة برضه تحس انها متقسمة شوية من حيث ان في منطقة فيها اثار للنفايات مثلا او منطقه تانية كانت فيها حقول بترول مهجوره او المناطق اللي عايشين فيها الجماعات بتاعت النومادز الكلام ده خلى الاستكشاف في اللعبه ممتاز وفي حاله اندماج عاليه مع اجواء كل منطقه من مناطق نايت سيتي ومكافاه بشكل كويس على الاستكشاف كل ما الستريت كريدت بتاعك يعلى وتقدر انك انت تاخد جيجز ومهمات جانبيه اكتر وبتلاقي ان في زي مثلا زي ما كان موجود في ذا 3 علامات استفهام على الخريطه تروحها وبتلاقي قدامك مهمات بتتقدم بشكل طبيعي وحيوي فعلا في هنا مجهود خرافي في بناء مدينة زي نايت سيتي بس للأسف الحلو ما بيكملش لأن المدينة دي على الرغم إن بيبان قد إيه إنها حية بكمية بشر كتير في الشوارع وعربيات رايحة جاية وعربيات بتطير فوقيك إلا إن للأسف سكان المدينة دي والناس في الشوارع مش بيتفاعلوا معاك بيكونوا عبارة عن زي خيالات مآتة ماشيين زي الزومبيز نادرا لما تلاقي منهم روتين يومي مش بيحصل منهم أي ردود فعل إلا لو ضربت النار أو نشنت سلاح في وش أي حد وردود الفعل ممكن تكون روبوتيك شويه وعلى فكره انا مش عاوز اتكلم عن الوعود المكسوره في اللعبه دي والمميزات اللي الواحد فضل يسمع عنها من 2018 بس المفروض الان في الشوارع يحصل منهم العكس المفروض كان يبقى بعضهم بيعلق على لبسك او شكلك في مناطق معينه بالتحديد وان يكون الام بي في الشوارع متفاعلين معانا موجوده في العاب عالم مفتوح كتير بس من كتر ما احنا تعودنا عليها ما بقيناش نلاحظها او ممكن نكون بنتكلم عنها او بندي اهتمام بها. لكن اي حد هيلعب سايبر بانك هيلاحظ ان حاجه زي كده جزء مهم من تركيبه اي عالم مفتوح لاي لعبه انا في نظري كنت هتقبل عدد ناس اقل في الشوارع في اللعبه هنا في مقابل تفاعل منهم ولو بنسبه بسيطه او حيويه شويه منهم بدل ما من هم ماشيين رايحين كده زي الزومبيز بانيميشنز مكررة قلل العدد شويه وخليني اشوف مثلا الناس في الشوارع بنفس العدد اللي كانوا موجودين في مدينه زي ساند نيم في لعبه زي ريد Red ريدمشن مع اختلاف طبعا بنيه المدينه ما بين الاثنين بس اشوف نفس العدد ولكن نفس الرياكتيفيتي او نفس التفاعل وبالنسبه للعالم مفتوح برضو الشرطه هنا مشكله كبيره جدا برضو وممكن اضيفها على مشكله الذكاء الاصطناعي وده من خلال الطريقه اللي بيستجيبوا بيها لارتكابك لاي جريمه من خلال ان هم بيظهروا جنبك مره واحده بدون اي مقدمات بيعملوا سبون كده مره واحده كانهم عاملين هاكينج وعلى اعلى وونتيد ليفل اديلهم كام ثانيه وهيختفوا مره واحده برضو فهنا انا ما شفتش نظام شرطه متكروت في اي لعبه بالشكل ده قبل كده ونيجي للسواقه سواقة العربيات الحقيقية ما كانتش على قد المستوى المطلوب والعربيات التحكم فيها مش سلس نهائي وعايم ومش محكم وخصوصا مع الفئات العالية والسريعة من العربيات اللي هو لو الواحد قرر ان هو ياخد مثلا عربية زي العربية بتاعت جوني سيلفر هاند ويحود يمين ولا شمال بالعربية نفسها ممكن يلاقي نفسه بيشوف فيلم طوكيو دريفت في خلال ثواني لحد لما يقدر ان هو يظبط العربية. السواقه بالكنترولر ممكن تكون ارحم شويه اه بس برضه مش في مشاكل كتير في الهاندلنج مش هتتحل بمجرد ان انا امسك كنترولر والعب بيه بدل ماوس والكيبورد لكن اللي انا مستغرب منه ان الموتسيكلات في اللعبه هنا سواقتها افضل وده اللي خلاني فضلتها بكتير عن العربيات طيب نيجي بقى لحاجه مهمه جدا عاوزين نتكلم عنها وهو الوضع التقني والجليتشات والبجز والكلام اللي يخص اللعبه ده من ساعه ما المراجعات بتاعتها ظهرت للنور انا لعبت اللعبه على بي سي بشكل كامل ومليش اي تجربه على الكونسولز ولا انا مش جاي اقول لكم تجربتي كانت بدون جليتشات والكلام ده انا غير متفق اطلاقا مع اي حد يجي يقول ان نسخه البي سي ما فيهاش جليتشات اي نعم بالنسبة لي اول 20 ساعة لعب كانوا موضوع كله فيجوال جليتشز ومشاكل بسيطة بس يعني حاجة زي دي برضو مؤثرة شوية على اندماج الواحد وحاجات يعني الواحد ممكن يشوف زيها في اول فترة من نزول اي لعبة عالم مفتوح جديدة والنوع ده من الالعاب من الصعوبة انه ما يكونش فيه جليتشات لازم يكون فيه جليتشات بأي شكل من الاشكال اي نعم الفيجوال جليتشز اللي كانت بتحصل في الاول دي من ممكن انها تكون مؤثرة شوية على الاندماج خصوصا عنصر الاندماج في اللعبة دي عالي جدا زي انك انت تتكلم مع حد وتلاقي فيه سجارة عايمة في الهواء او تليفون عايم في الهواء او شخص واقف مثلا في الهواء او حاجة زي كده بس من بعد 20 ساعة ممكن اقول ان اللعبة دي بدأت تقل ادابها عليا وشفت مشاكل كتير تخليني اموت او اعيد السيف فايل من اول جديد او ممكن اقفل اللعبة وافتحها تاني فشفت بقى شخصيات بتختفي مره واحده وشخصيات جانبيه بتقتلني بدون سبب شفت شخصيات مش عارف اتكلم معاهم عشان المهمه تستمر وفي جليتشات انا مش هعرف اعرضها لكم لانها في لحظات فيها حرق زي مثلا بوس فايت مهم في القصه الاستامنا بار بتاعتي ما كانتش بتملي تاني فما كنتش عارف اعمل حاجه بسيطه زي ان انا اجري وفي جليتشات كتيره جدا وتفاصيل بتحسسني ان اللعبه دي ممرتش بعمليه اداره وضبط جوده بالشكل المناسب والمواقف اللي قدامنا دي مع سايبر بانك لا تقارن بوضع زاويتشر 3 أول ما نزلت عشان بشوف ناس كتير بتقول الكلام ده وبتردده ان زاويتشر 3 كانت نفس الوضع لا لا خالص انا واحد لعبت 100 ساعة بداية من اول يوم لعبة زي ذا ويتشر نزلت في 2015 على البلاي ستيشن 4 وما شفتش فيها جلتشات بالمنظر ده انا عارف ان سايبر بانك 2077 بيتعمل لها وهيتعمل لها تحديثات كتير والهوت فيكسز اللي بتنزل في خلال الفترة اللي فاتت حلت بعض المشاكل الموجودة في اللعبة بس لسه في كتير لسه الطريق قدامهم طويل عشان يصلحوا اللي موجود في اللعبة وعلى سبيل المثال زي ما موجود قدامكم اهو جرب ان انا ارجع اعمل سيف جديد بلايف باس مختلف بعد اخر تحديث نزل اللي هو 1.06 وحصل قدامي جليتش زي اللي انتم شايفينه قدامكم وده ما كانش حصل قدامي قبل كده في نفس الحته لما لعبت اللعبه لاول مره فعشان كده انا عاوز اقول للناس اللي بيقولوا احنا لعبنا سين او صاد من عدد ساعات لعب ده ما ان اللعبه فيها جليتشات وناس كتير بتتعرض لمشاكل على ابسط ما يمكن ممكن يكسر اندماج الواحد في اللعبه وانا لعبت اول 20 ساعه من غير ما يظهر لي اي شيء مؤثر وده ما كانش برضو سبب يخليني اروح لاي حد وقتها واقول له لا 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 اللعبه ما فيهاش مشاكل اوعى تشتكي ففي الاخر بالنسبه لموضوع الوضع التقني في اللعبه يؤسفني ان انا اقول ان اللعبه دي كانت محتاجه ست شهور زياده على الاقل على الاقل عشان تطلع بمستوى تقني مقبول من تجربتي للعبة على البي سي الجانب التقني في الجرافيكس اللعبة نفسها كان الحقيقة حاجة تخلي الواحد مش عارف هي يتكلم عن ايه ولا ايه دي مثال للعبه جيل جديد مش بتضحي بجوانب تقنيه كتير زي بعض الالعاب اللي احنا بنشوفها مؤخرا. في مستوى تقني هنا مرعب الحقيقه في تقديم نايت سيتي والاجواء الخاصه بيها في حالات المناطق وتطبيق تقنيه الري او حتى تقديم اللعبه من جانب فني سواء في الاتجاهات الفنيه في المدينه، تصميم الشخصيات او حتى طرق تقديم القصه اللي انا في وجهه نظري بتقدم تطور ونقله لطريقه تقديم الحوارات في العاب الار بي جي. كل الكلام ده اقدر اقول ان هو رايح في اتجاه واحد وهو تقديم اتموسفير قوي لعبه بتعتمد على ان اللاعب يندمج فيها بنسبه عاليه جدا ده لو ما حصلش بج مثلا يبوظ الاندماج ده ودي حاجه يعني فعلا اللعبه كانت مركزه بشكل كبير جدا عليها نايت سيتي هنا كمدينة مستقبلية تحط فيها بشكل كبير اللي متوقع من مدن في أعمال السايبر بانك اللي هو فيه تلوث ضوئي وانتشار للأدخنة والأبخرة في الجو وتفاعل إضاءة معاها من مصادرها من لوح الدعاية ومباني ضخمة وحاجات زي كده بتدي الأتموسفير بشكل رهيب بشكل الواحد ما في اي لعبه قبل كده من اي زاويه الواحد هيبص فيها على مدينه والشوارع بتاعتها والمباني مفيش لحظه الا لما خلتني مبهور باللي انا بشوفه قدامي خصوصا مع كم المعادن والازاز والخرسانه اللي الواحد بيشوفها من حواليه وعرض المواد دي بشكل ممكن يكون دقيق جدا مع تفاصيل تانيه كتيره موجوده في الشوارع من النفايات والجرافيتيز والاتجاهات الفنيه واشكال الحارات والشوارع الجانبيه واشكال مصادر الاضاءه بقى واللوح الدعائيه نفسها. تقنيه الري تريسنج على الرغم ان انا ممكن اشوف ان اخر تحديث اثر على الاداء الخاص بيها وهي كده كده اصلا في اساس تقنيه مكلفه ومؤثره على الاداء بشكل كبير الا ان التقنيه دي هنا متقدمه بشكل ما اي تضحيه اطلاقا وليها تاثيرها على الاجواء بتاعه اللعبه وتاثيرها على عرض الخامات بشكل ملحوظ وفي مراجعه بتاعت لعبه جوست رانر دايما كنت بقول لكم ان التقنيه دي محتاجه لعبه اقاحه بطيء او فيها شويه استكشاف عشان تتقدر بشكل كبير ودي حاجه متوفره في سايبر بانك بشكل كبير جدا حتى من غير الري تريسنج في مجهود خارق مبذول في ال screen space بحيث ان يكون في محاولة لتقديم حاجة كده قريبة ونتائج قريبة من الانعكاسات بتاعت الري تريسنج فالواحد بيشوف مستوى من الانعكاسات مبهر جدا ممكن يوصل لتفاصيل صغيرة زي لبس الشخصيات على سبيل المثال فاللعبة هنا فعلا تحفة تقنية على البي سي وعلى الكونسلز الجديدة بالتحديد انا كان نفسي اشوف اللعبة بتستغل قدرات الاجهزة دي بشكل اكبر عشان تقدم مستوى قريب من الموجود هنا او بابسط شكل ممكن ان هم يقدموا حاجة قريبة من الميديوم سيتنجز او اللو سيتنجز بتاعت الري تريسنج بدل ما اللعبه في الوقت الحالي شغاله بالدعم المسبق وده لحد ما ينزل لها تحديثات هتجيلي الجديد بس جنب المستوى التقني المبهر للعب على البي سي بصراحه في شويه تعليقات عشان ما تفتكروش ان الموضوع ما فيهوش غلطه، الاداء مع الري تريسنج اعتقد ان هو محتاج شويه شغل لان انا قلتها من شويه ان الهوت فيكسز اللي نزلت مؤخرا قبلها كان الري تريسنج بيشتغل بشكل افضل على جهازي اللي مواصفاته هتتعرض قدامكم، وده طبعا مع شويه انخفاضات في الفريم ريت في الخمسينات مثلا، لكن بعد الهوت فيكسز في ضربات شنيعه خصوصا لما الواحد بيخرج مثلا من منطقه مقفوله لمنطقه مفتوحه وكل ده بيحصل طبعا مع تشغيل الدي ال اس اس لان من غيره اللعبه دي مش هتشتغل بالري بتكمل بيكمل الانعكاسات على فريم ريت ممكن يكون مقبول لكن اداء اللعبه من غير الري تريسنج هو كويس انا كنت بشغل اللعبه على اعلى اعدادات و2K باداء مرضي جدا والاداء يتحسن اكتر من بعد اخر تحديثات وتعليق تاني ان مع التركيز شويه احيانا وانت سايق عربيه او موتوسيكل في العالم بتاع اللعبه او بتتحرك بسرعه للاسف في شويه بوبينز ملحوظين جدا سواء للتفاصيل على مدى بصرك او للناس الموجودين في الشوارع ومستوى التقني هنا برضو ما يخليش الواحد ينسى المستوى الفني للعبة زي سايبر 2077 في اهتمام عالي جدا جدا بالاتجاهات الفنية اللي بتمثله في اربع اتجاهات محددة للشكل ولبس وثقافة ووضع الاجتماعي والتاريخ الشخصيات ومناطق وسكان عالم اللعبه في فيجوال ديزاين هنا ممتاز جدا بيدي روح للعالم ده واستعراض للتاريخ بتاعه زي ما قلنا غير كده انا عاوز اتكلم عن تقديم اللعبه دي من منظور الشخص الاول لان ده ليه تاثير كبير جدا على الاتموسفير او الاجواء اللعبه بتحاول تقدمها وان التفاصيل دي كلها تتحط قدام عين اللي بيلعب بشكل مباشر وان الضخامه والمنظور العملاق لمدينه زي نايت سيتي فعلا مش هيتحس الا واحد الواحد بيشوف الكلام ده بعينه، كان اللعبه بتحط نضاره في ار على عينك عشان تشوف وتعيش الاجواء دي، حتى حاجه زي كده ليها دور فعال جدا في الحوارات بتاعت اللعبه، نظام الحوارات في اللعبه هنا مختلف جذريا عن اي لعبه ار بي جي انا شفتها قبل كده، فمش هتلاقي ان الشخصيات وشهم في وشك مثلا زي ما شفنا في العاب بتاعت فول اوت او مثلا لعبه مؤخرا اتقدمت ذا اوتر والشخصيات يقعدوا يتكلموا وبس، لا هنا الحوارات تحس انها حوارات واقعيه بتحصل بجد ما بين شخصين فيها حيويه فيها تمثيل وانفعالات بتظهر زي مثلا جاكي في المشهد ده واللي واضح جدا عليه القلق والتوتر في الانيميشنز اللي هو بيعملها حتى وهو ما بيتكلمش وده من خلال حركه رجليه وهو عمال يدبدب بشكل سريع على الارض وساعات تلاقي بقى الشخصيات في الحوارات بيعملوا حاجات تانيه وسط ما هما بيكلموك، وفي مشهد من حواليك بيتكون بشكل ما شفتش زيه قبل كده، بدون ما اللعبه تنفصل عن الجيم بلاي وتخليك احيانا حر في الحركه، فالاندماج والتفاعل من الشخصيات معاك بانيميشنز مميزه جدا وبمشاهد متفصله بشكل حلو، مش هيكون ليه اي قيمه تذكر الا من خلال منظور شخص اول، واللي بيعرف يحطك صح في وسط الحوارات دي كلها. الأداء التمثيلي طبعا كان ليه دور فعال في كل ده، لأن كل الشخصيات قدموا أدوارهم بشكل ممتاز، وخصوصا في مشاهد معينة كانت مؤثرة وتقيلة دراميا، والساوند تراك في اللعبة هنا من أفضل ساوند تراكس الألعاب السنة دي، كان معتمد بشكل كبير جدا على إن هو يقدم شغل إلكترونيك وإندستريال قريب من اجواء التسعينات وفي الجانب ده بالتحديد الموسيقى كانت مناسبه جدا لاجواء الاكشن بتدي فعلا اجواء ممتازه لكن اللعبه مع تركيزها في القصه على الشخصيات وان في لحظات بتكون حواريه او دراميه وساعات في سوداويه في اللحظات دي شويه الموسيقى كان برضه ليها دور كعامل مساعد ومهم لتقديم ثقل درامي لمشاهد دي في حالات كتيره في الجانب ده افتكرت موسيقى مثلا لافلام بتاعت بليد رانر على موسيقى مثلا بتاعت العاب زي ديو ساكس على حاجات ممكن نقول انها مميزه لشخصيه اللعبه نفسها حتى الاغاني في اللعبه من خلال محطات الراديو في كام رهيب جدا من الاغاني تقريبا من كل الجانرز اللي الواحد ممكن يتوقعها حتى الجاز الجاز لسه موجود في عالم اللعبه في سنه 2077 فالاغاني دي معموله مخصوص للعبه والفرق والموسيقيين اللي بيقدموها معظمهم عاملين حاجه كده زي ما يكونوا ان هم فرق وموسيقيين في عالم اللعبه والاصوات في نايت سيتي من حواليك فعلا ليها دور مهم جدا في الاتموسفير اللي بتقدم، في حالات كتيره جدا افتكرت الاجواء اللي كانت بتتقدم في اصوات لوس انجلوس في افلام بليد رانر من اصوات العربيات اللي بتطير حواليك، العربيات الموجوده على الارض برضو وزحمه الناس، الاصوات بتاعه الاسواق واصوات الناس بتتكلم في الميكروفونات بتعلن عن حاجه معينه وغير كده المواجهات بتاعت العصابات او مواجهات الشرطه معاهم ده كان كله بيدي اتموسفير فعلا رهيب جدا اللعبة بس الأصوات برضو يعني أحيانا ما سلمتش من الجليتشات في بعض الأحيان زي مثلا نايت كلاب دخلته المفروض إن في موسيقى شغالة بس للأسف ما كانش فيه صوت شغال خالص الحقيقة الواحد ممكن يكون عاوز يقول كلام أكتر عن اللعبة دي بس الواحد بيحاول على قد ما يقدر إن هو يحكم على اللي موجود قدامه مهما اتقال عن اللعبة في تصريحات ووعود ومقابلات لأن الواحد لو فتح في الكلام عن النقط دي بالتحديد وبخصوص اللي من محتوى اللعبة أو تم حذفه ومميزات مش موجودة مش هنخلص فأنا عاوز في الوقت الحالي إن أنا أقدم مراجعة ونقد للموجود قدامي مش أقدم محكمة تفتيش فالموجود موجود قدامي على المستوى التقني مؤثر بشكل كبير على التجربه وخصوصا ان معايا شخصيا اللعبه قشرت عن انيابها بموضوع الجليتشات ده بعد فتره من لعبي في النسخه المفترض انها النسخه الافضل واللي هي على بي سي وجهاز البي سي الخاص بيا هاي اند يعني مفيش اي حاجة للعبه اطلاقا والمستوى التقني اللي موجود هنا في اللعبه للاسف يخلينا احطها مع وضع العاب زي اساسن كريد يونيتي وكينجدوم كام دليفرنس وقت نزولهم وقلتها في وسط المراجعه وهقولها تاني سايبر بانك 2077 كانت محتاجه ما يقلش مثلا عن ست شهور عشان تنزل بدون المشاكل دي وللاسف كانت ممكن تكون محتاجه وقت اكتر يعني مثلا سنه زياده عشان توصل وتحقق اللي تقدر انها تقدمه من خلال التركيبه بتاعت العاب الار بي جي اللي هي عاوزه تقدمها تجربتي للعبة دي خلتني احس ان انا بلعب لعبة ايرلي اكسس الحقيقة يعني الروح بتاعت اللعبة موجودة اللي يخليك تحب التجربة بتاعتها وتتعلق بيها جزء منه موجود حاضر قدامك بس اللعبة مش كاملة من نواحي كتير واللي لسه محتاجه وقت وتتطور اكتر تجربه اللعبه بعيدا عن مشاكل تقنية يمكن بتشكل تجربه اكشن في عالم مفتوح تستحق التجربه عشان القصه والشخصيات والمهمات الجانبيه والعالم ممتاز والجوانب التقنية في تقديم نايت سيتي والاتموسفير العظيم الواحد ما شافش زيه في اي لعبه عالم مفتوح تانيه بس للاسف التجربه محبطه بالنسبه لي بعيدا عن المشاكل التقنيه من جانب تاني وهو كون ان اللعبه دي مش بتستغل اللي بتقدمه من عناصر ار بي جي بالقدر الكافي وطبعا على راسها مشكله وهم الاختيار حاجة كتير انا عارف ان هيتم مواجهة بيها النقاط اللي انا طرحتها طول المراجعة وهيكون اهمها التوقعات وان في ناس كتير رافعين توقعاتهم ناحية اللعبة دي بشكل مضر انا متفق مع بعضكم ان سايبر بانك مهما كانت ممتازة وحتى لو كان ممكن الواحد يقول بكل اريحية انها لعبة السنة برضه في الاخر هتحبط بعض الناس لاسباب مختلفه لان عمر ما في لعبه هتقدر انها تغطي على الهايب المبالغ فيه اللي حصل في الشهور اللي فاتت اللعبه دي لو كان تم الاعلان عنها امبارح ونزلت النهارده هلاقي برضو ان فيه تأثير في تقصير في جوانب هي قدمتها وخلوني اقول لكم ببساطه ان في معايير الواحد بيبص بيها للمنتج اللي قدامه مش قد ايه بقى انها مشيت مع التوقعات اللي عنده في معايير العاب ار بي جي حطاها بقالها 20 سنه او اكتر خصوصا مع التركيبه اللي بتحاول سايبر بانك انها توصل لها، ولما اجي ابص للتنفيذ للاسف في تواضع بشكل كبير، ويمكن ذا ويتشر 3 ما كانتش اللعبه الاقوى على الاطلاق في عناصر الار بي جي الخاصه بيها، بس عرفت تتقن شويه التركيبه اللي هي عاوزه توصل لها، وعرفت انها تقدم شويه قيمه لقرارات اللعب بنتايج وعواقب بشكل يفاجئ اللي بيلعب، فانا في الاخر نصيحتي لكل النسخ الخاصه باللعبه سواء بي سي او كانسلز هي التاجيل، انا شخصيا كنت مخطط لاقتراح ان نسخه الجيل القديم يتم الابتعاد عنها تماما والحقيقه انا ما عنديش امل ان منصات الجيل القديم تشغل اللعبه الا بتضحيات قاتله للتجربه وبالاخص البيس كونسلز لعبه بالتعقيد التقني ده خصوصا مع بنيه نايت سيتي اللي ما حصلش ان في لعبه قدمت زيها هيكون في صعوبه مع تقديمها على هاردوير قديم وانا في رايي الحقيقه ان لو سي دي بروجكت ريد لو كانوا شايفين ان طموحهم عالي جدا فوق مستوى الاجهزه دي كانوا يلغوها. في العاب نزلت مؤخرا للبلاي ستيشن 5، نزلت ليه بشكل حصري عشان تستغل جزء كبير من القدرات التقنيه بتاعته، زي ديمون سولز على سبيل المثال، لكن باقي المنصات لو سيدي دي بروجكت لاد ما عرفوش ان هم يأجلوا اللعبه عشان تتصلح مشاكل التقنيه اللي فيها، اعتقد الناس هيقدروا ان هم يأجلوها كام شهر لحد ما وضع اللعبه يستقر ومنصات الجيل الجديد يكون ليها التحديثات اللي تستغل كامل القدرات التقنيه الخاصه بيها.